ضيف جديد. دخلت المعلمة الفصل، فرأت التلميذات يتحلقن حول نورته. سألت المعلمة: ما الأمر؟ أجابت نورته: زميلاتي يباركن لي يا أستاذة، فقد أنجبت أمي مولودا. المعلمة: مبارك يا نورة، سأزور أمك وأبارك لها إن شاء الله. وفي نهاية الأسبوع زارت المعلمة أسرة نورة وباركت لها المولودة الجديدة وقدمت له هدية.